وخاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداوينا. قالوا يتيما فقلت ذات وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. معايات مسك الختام يشرب بها تلاوة ذلكم العلم القراني قارئ جمهورية مصر العربية وعضو بنقابة القراء بمصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمقيم بمركز ومدينة اشمون. اسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا
سبحان رب السماوات والأرض قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من وهم يعلمون فأنى يؤفكون
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في إنا كنا منذرين. وقيل فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. آمين. والكتاب المبين. إنا إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا إنا
رحمة من ربك إنه هو السميع لا ولله الحمد ولله الحمد لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة خير من دفن في القاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس فداء لبيت أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام في كل مكان من ارض الاسلام استمعنا مع صوت الله ومن سماع وقرآن تطرقب اليه كل استماع مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمقيم بمركز ومدينة اشمون وكان معكم وبتوفيق من عند الله إدارة هندسية أنوار كهربائية كبرى مخازن الفراشة المشهود لها بمحافظة المنوفية والمحل الأول والوحيد على عزبة أبو يوسف الذي ركب من إدارة ومخازن الحاج إبراهيم النجار الحاج إبراهيم النجار وأولاده المقيم بعزبة أبو يوسف كما نسأل الله العلي القدير أن يرحم المتوفى رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان وللسادة المعزين قبول العزاء أجمعين وبهذا تنتهي إذاعة النجار وإدارة النجار وفراشة النجار من هذا المكان وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.